رجل أخطأ وأراد أن يقول لزوجته أنت طاهر، فقال لها أنت طالق. هل هذا طلاق صريح؟ لا لا عفوا، اللفظة الأخيرة ما سمعتها. قال لها أنت طالق. أنت طالق؟ بس أخطأ، هو أراد أن يقول أنت طاهر لها فأخطأ، فقال لها أنت طالق. أراد أن يقول لها أنت طاهر فقال نعم. أنت طالق خطأ. نعم لا يقع شيء.